المناعة وأهمية المناعة وأسباب ضعف المناعة وأعراض ضعف المناعة، تبتدي بأنهي من دول؟ ابتدي اول حاجه اتكلم عن المناعه نفسها. اوكي، يمكن كنت قاعده مع حد من صحباتي فبتقولي لا انا باخد فيتامينز بس في الشتاء عشان اقوي مناعتي دي، يعني قلت لا ده انا لازم اطلع معاك اقول يا جماعه الفيتامينات مش شتاء بس اطلاقا. الفيتامينات عشان اقوي مناعتي، انا محتاجه اقوي مناعتي في الشتاء وفي الصيف وفي كل الفصول. هي بتتكلم تقريبا على ادوار البرد تحديدا. ادوار البرد لا صحيح. انا لازم اقوي مناعتي عشان الفيرال انفكشن ادوار البرد، وعشان البكتيريال انفكشن لو اكلت حاجه مش نظيفه او اي بكتيريال انفكشن، وعشان احاول لا قدر الله لو في يعني خلايا سرطانيه بتتكون احاول ان جسمي يقاومها من البدايه. بالظبط. المناعة من أهم الأجهزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان هو ده جيشنا. إن أنا أعرف أقوي جهازي المناعي، إن أنا أعرف أقوي كرات الدم البيضاء والأجسام المضادة اللي بتبقى بتمشي في الدم عشان أحارب أي جسم غريب بيدخل عليا. فلازم طول الوقت جسمي يبقى جيش متين لمحاربة أي حاجة غريبة بتخش الجسم. لو هتكلم ايه زي ما قلت يا كريم، هتبتدي بايه؟ ممكن اقول ايه العادات الخاطئه اللي احنا بنعملها واي حد فينا ممكن يكون بيعملها مش عارف ان ده بتضعف المناعه، بيؤدي الى خلل في المناعه او ضعف او نقص في المناعه. زي ايه؟ اولا قله النوم. لو انا بنام في اليوم 5 ساعات بس ده خطا كبير. لازم انام على الاقل 8 ساعات لان بالليل، ولازم انام بالليل ما انامش الصبح. لان بالليل هو اللي بيعزز لي كرات الدم البيضاء وبينتج لي كرات الدم البيضاء وبيحصل ديتوكسيفيكيشن. القعده طول الوقت، يعني ما فيش اي رياضه. الرياضه انا ما بقولش، ممكن مثلا ستات تقول لي لا بقى ده دينا بتقول بقى ننزل ونروح الجيم، في ستات ما بتقدرش على ده. انا ما بقولش ان احنا نعمل حاجه هيفي، نعمل رياضه، ان احنا نمشي نشتغل في البيت، ما نبقاش قاعدين طول الوقت. لازم حركه. ومن الحاجات الخاطئه جدا الافراط الشديد في الانتيبيوتكس. الافراط الشديد في الانتيبيوتكس، وباخد انتيبيوتك او اللي هو المضاد الحيوي من غير استشاره طبيب، ده اكيد بيهدي لي المناعه. الافراط الشديد في المسكنات عند اللزوم فقط. التيك بتاع ادويه مثبتات المناعه او الحاجات الادويه اللي فيها كورتيزونز من غير استشاره طبيب، كل الحاجات دي لازم استشير الطبيب قبل ما اخدها. ممكن كمان اقول الاكل اللي مش صحي دي بقى كارثه. الاكل اللي مفيهوش العناصر الغذائيه، الفيتامينات المهمه، وطبعا اكيد كمان قبل الاكل التدخين بكثره بيؤدي الى نقص في المناعه، والسكر بكثره، الحلويات والعصائر المحلاه وكل الحاجات دي بتؤدي الى نقص المناعه، ونقص الفيتامينات بيؤدي الى نقص المناعه. أوكي. الفيتامينات مهمه طول الوقت، الفيتامينات ده صيانه الجسم. أوكي. اخذ الفيتامينز من الاكل او من المكملات الغذائيه ده بيديني صيانه للجسم، ان الجسم طول الوقت في موتور، يعني الموتور يتحرك مش بس للمناعه، للمناعه وللطاقه وللتمثيل الغذائي ولضد الاكسده وللستات لجمال بشرتها وشعرها. كل الحاجات دي لازم انتيك يومي من الفيتامينات والمعادن. ده مهم جدا. لو هتسالني ايه الفيتامينات والمعادن المهمه للمناعه، اقدر اقول لك فيتامين سي رقم واحد. فيتامين سي رقم واحد. فيتامين سي مهم جدا للمناعه ومهم لزياده امتصاص الحديد عشان احمي نفسي من الانيميا. انيميا برضو بيأدي، يعني فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد طبعا. حتى لو مثلا راجل او ست عملوا الكومبليت بلاد، صوره الدم بتاعتهم، لقوا في الهيموجلوبين قليل والحديد قليل، وطبعا بيستشير الدكتور ان هم ياخدوا مكمل غذائي او دواء فيه حديد، بينصح ان هو ياخده معاه فيتامين سي عشان يبقى سريع لامتصاص الحديد.